صح. يوم تعرف افتتاح الدوري والله النتيجة يعني الحمد لله وشكر حصلنا نقطة، كنا خسرانين 1 رجعنا عادلنا وإن شاء الله القادم أفضل. طبعا نشكركم على تواصلكم لأن تعرف الدوري الدرجة الأولى ما بإعلام قوي. نعم. إيه وإن شاء الله الله يوفقكم. أنا قبل ما أحكي لك على ظروف المباراة راح أحكي أعتب على الاتحاد العراقي. نعم. الاتحاد العراقي يعني يطلع لك الدوري يوم 29 وبلغك أنت قبل 12 يوم لازم تكون فريق، أكو فرق مؤسساتية جاهزة تكمل تشتغل شهرين ثلاثة وعدهم مستمرين رواتب. احنا نادي الامواج من فاتحوني الادارة فاتحوني يوم 11 بالشهر واحنا بطلعب مالنا اليوم 29 زي من فاتحوني يعني بيديت بعد بيومين وما عندي فريق ادوات ما عندي يعني اليوم مباراة التاجي يعني احنا حتى اكو لاعب يمكن تتعرف بالموضوع لاعب ما جانا لانه لا قدمون علينا اعتراض احنا ما نعتب هاني بيه مدرب هاني مدرب بيه خير اخلق لاعب فهاي ال 12 يوم يعني ما تقدر تسوي كل شيء فالشوط الاول احنا مثل ما يقول اعطينا الطريقه المناسبه اللي نلعب ضد هذا الفريق فرق بغداد يتمتعون باللياقه البدنيه بالاستحواذ باللمسه والباس فاحنا قدرنا نوقفهم ونلعب على الهجمات المرتده وانت شوف الشوط الاول كنا الافضل مع العلم احنا ما مستقرين يعني عده فرص واحده بالعمود واحده طلعها حارس المرمى الشوط الثاني احنا قدرنا نسجل هدف الجول اللي ما حافظنا عليه طبعا انت ضعف اللياقه البدنيه ثاني شيء قله تركيز اللاعبين قدر الله ما شاء فعل المحافظه ما تعاوننا مادة ماكو لاعبين ماكو احنا حسب ما اتفقت ويا الإدارية قلت لهم لا تحسبون على النتائج لأنه يوم 5-1 اكو انتقالات لازم ننقصنا لاعبين ينقصنا من جميع المراكز الحمد لله والشكر يعني انا تدري فريق من بغداد نادي التاجي وجاي من البارحة وتعرف هم أجواء وتعب وبرد فإحنا بالنسبة لنا يعني النتيجة كل زينة لنا نقطة ثمينة نعتبرها لأن خارج أرضنا والله كابتن إحنا بالنسبة لنا نادي التاجي إحنا عيش يعني أقول لك عيشتنا على تأجير الملعب يعني تعرف يعني الدعم قليل لنا إحنا فما مقصرين الإدارة والكادر التدريبي ويا الفريق فتعرف يعني الدرجة الأولى يعني هو يعتبر دور المظالم وحتى نفس الوقت كان متأخر أجواء المباراة حلوة والجماهير ما شاء الله عليهم يعني ما قصروا واللاعبين بس شوية كان أكو تأخير من اللاعبين أمواج الموصل يعني المفروض يلعبون برتم صحيح أنت غالب بس مو بكل كرة واقع كل كرة واقع والله تقولي مقتنعين نعم مقتنعين هي صح على أرضنا وثلاث نقاط مهمة بهاي المجموعة يعني الوحيد مجموعتي اللي انضريت بها لعبي كله بغداد أغلبيتهم اللي نازلين من الممتازة يلعبون بالدرجة الأولى الحمد لله والشكر شكر وتقديري المدير الفريق والكادر التدريبي على رأسهم الكابتن زياد خلال 12 يوم قدر يجمع فريق قدر يسوي فريق للعلم التاجي صار لهم ما يقارب 6 شهور يعدون فريق والوعيب مستقطبين من غير نادي